الخير. أنا ميز عرورة، أصدرت كتاب خواطر على مر الفصول، وإحنا اليوم موجودين في مكتبة أبو سلمى بحفل لإصدار الكتاب. الكتاب رح نحكي إسا كثير عنه بالأمسية. الكتاب هو عبارة عن خواطر. الكتاب مقسم لقسمين، القسم الأول عبارة عن تحت عنوان قليل من الحب، اللي هو عبارة عن قصة حب يعني مبنية بتسلسل سردي. يعني الخواطر إذا بتقرأها من البداية للنهاية أنت رح تحس إنه في قصة، بس بنفس الوقت كل خاطرة بحد ذاتها هي كمان قصة اللي فيها مغزى معين أو شعور معين أو ما إلى ذلك. القسم الثاني من الكتاب عبارة عن هو تحت عنوان قليل من الألم وقليل من الأمل وقليل من كل شيء، اللي هو بيحكي في كل مجالات الحياة عدة أشياء مختلفة ومتفرقة. إذا بالنسبة للبدايات تعيتي بعدني بالبداية يعني من متى بلشت تكتبي؟ بالضبط. فبداية البداية كانت من أيام المدرسة، من تقريبا 10 سنين أنا بلشت أكتب، من صف تاسع تنقول هيك إشي أو ثامن أو لا مش 10 سنين، أقل أقل بكتير. كبرتي حالك. أوكي مش مشكلة. أوكي لا أنا كنت ربطت بموضوع تاني. المهم يعني من كذا سنوات بلشت أكتب. كنت أكتب بالأول قصص قصيرة، بعدين كان في عندي فكرة أنه لازم أكتب رواية. بعدين قررت أنه قبل ما أكتب رواية لازم أبلش بخطوة اللي هي أصغر شوي، اللي هي عبارة عن خواطر، اللي هي يعني جزء من الرواية. فهذا هو المسار اللي أنا ماشي فيه، وإن شاء الله يعني على أمل أصير كاتبة. ميس، يعني إحنا اليوم بعصر التكنولوجيا والفيسبوك، وانت صبية بتكتبي من كذا سنة يعني، واليوم رح تصدر كتابك، كيف بعد بتشوفي اقبال الناس وخصوصا جيل الشاب على القراءة؟ بعد في الخير هذا تبع هذا احكي لك اشي. انا مثلا لما انا بكتب، بحكي عن حالي شخصيا، انا لما بكتب انا بكتب الشعر، ولكن البنية اللي انا بكتب فيها بتيجي من ناحية عمودية. يعني انا بكتب مثلا كل 3 كلمات وبعدين بفشق سطر. ليه؟ لانه احنا اليوم متعودين مثل ما قلت عصر السرعة، فالناس بتحب الاشياء اللي هي قصيرة، اللي هي بتبدأ وبتخلص بسرعة. فلما بقرأ اول 3 كلمات وبتعجبه، فهو بيكمل وبيكمل وبيكمل، ما شوف اشي كتير فلما انا اكتسبت اسم شوي، يعني الناس صارت تحب قراءة، صرت اتجرأ واكتب نصوص طويلة، وانا ضامن انه الناس رح تقرأها، لانه الناس شافت انه في ميز بالاخر حاطة اسمها. بالنسبة للقراءة، إذا تسألني أنا مش كتير بعرف عن الناس، بس بتخيل أنا كتير المجتمع الحواليك يعني. أنا أقول لك بزور كتير معارض وقليل ما بيكون في ناس اللي هن بجيلنا يعني عم تشتري كتب، قليل جدا. أنا يعني مؤسف بس هذا الموجود. طيب ميس، شكرا جزيلا.